السلام عليكم. في عندي هذا السؤال، طبعا هذا السؤال مثله مثل البكرات الثانية. بيقول لي أوجد ريكورد ماس في بلوك A، كتلة A، لحتى تمشي من الريست فروم 5 كيلو جرام بي، يعني كتلة بي 5، حتى مشت مسافة 75% لفوق، سموث سيرفس يعني ما في فريكشن، إذا التي بتساوي 2 سكند، ريكت ذا ماس أوف، ملناش في هذا الكوب، شو تركوا هذا؟ أول شيء معادلة الحبل، عندي حبل حبين ثلاث، ثلاث AA تساوي AB، أول تريك، مش تريك يعني معادلة الحبل، كده أجيب تسارع B، وأنا إذا معي دلتا X بدها تساوي، بدناش دلتا X، بدنا على معادلة الحركة، بدنا معادلة الحركة اللي هي دلتا X صح، بدها تساوي V نوت في T زائد نص A T تربيع. أنا بشتغل بلوك كبير صح؟ صح. دلتا إكس كم معطيني إياها؟ 75%. الفي نوت مو حكى لي ريست، يعني زيرو. النص في A B كم التي معطيني 2 سكند تربيع؟ 4. فبالتالي بطلع A B. A B بجيبها، بجيب من خلالها A A. شو هذا الحكي عرفت منه؟ قدرت أوجد التسارع ل A B ومن خلاله بجيب تسارع A. طب جبت تسارع A، خلاص امسك بلوك A تحكي لي في عليها 3 T، في عليها M في G، وشو بدها تساوي؟ مثلا عادي زي ما بدك افرض التسارع M A في A A، A A طلعته، فشو بحكي هسه 3T ناقص M في G، شو بدها تساوي؟ M A في A A، A A معي A، M A بدي اياها A، يعني بدي اياها M A بدي اياها، معناته عندي مجهولين M A والتنشن، فشو بعمل؟ بروح على البلوك B، هيها مايلة، هاي B في عليها tension force، في عليها mg sin 30 sin 60 قصدي، شو بعمل هسه؟ بحكي t بدأ ناقص mg sin 30، شو بدها تساوي؟ بدها تساوي سالب، لان انا راح فرضت هاي تصرفها لفوق، فبتعد فرضت تصرفها لتحت، سالب mb في ab، ab كم جبته من القوانين الحركه، mb معي MB معي، فبجيب التي، بجيب التي بعوضها هون بطلع MA، هنشوف عمل زي هيك ولا لا. حكي لي أول شيء من معادلات الكايناماتيك أوجدت التسارع لـ B، ومن معادلة الحبل أوجدت التسارع A، هاي هم. بعدين شو بعمل؟ بطبق تحليل اتزان T ناقص 5 تساوي هاي 100%. شو بعمل خلالها؟ بجيب التنشن، بعدين سيجما أوف واي من المعادلة الثانية بجيب الماس. هيك خلصوا سنوات الأونلاين لشابتر 11 و12، ظل سؤال واحد أو سؤالين إن شاء الله نشرحهم فيديو واحد مع بعض، ويعطيكم ألف عافية.